عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده وناشطين ان شاء الله. اليوم جيت لكم بطريقه سهله لرموش الاصطناعيه بيان سور ديال حبه حبه، كيفاش تلصقوهم، كيفاش يجيوكم. طريقه جد سهله، حيت كما كتعرفوا الشفار ديال حبه حبه كيجيو ناتوريل، كيبانوا طبيعيين، بالاخص الا خديتي اون مارك اللي هي مزيانه فكيجيو بحال ما كيما دايراش. فانا اليوم خصصت لكم هذه الحلقه هذه باش نوريكم الطريقه ديال وضع الرموش بطريقه احترافيه طبعا، وغتعجبكم وغنحاول نبسطها لكم باش انكم تقدوا انكم تعرفوا كيفاش ديروا ليها. اول حاجه البنات قبل ما نبدا الرموش، بالنسبه للعيني اللي كبار بزاف كنحاولوا اننا ناخذوا لي فوسيل اللي هما حتى هما طوال شويه باش العين كتبان لينا اكثر. بالنسبه للعينين اللي مويان، ما هم صغار ما هم كبار بحال العينين ديالي انا، فانا خديت ليهم هادو اللي هما النمره 10، وحاولوا ما امكن خذوا اللي غاليين شي شويه اللي كتحسوا بهم انهم ماشي بلاستيك، انهم ناتوريل، الزغبه ديالهم قريبه للطبيعيه فكما كتشوفوا. وبالنسبه اللي عينيهم صغار بزاف يحاولوا ياخذوا قل من هاد النمره اللي وريتهم دابا، كاينه 9 كاينه 8، فمن الاحسن ديما على قدر العين ديالك خدي لي فوسيل باش ما يجيوش عينك صغار والشفار طوال بزاف، ما غايجيش زوين، ما غايجي حتى منظر فيهم، غايزيد بالعكس يبين لك ما عينك صغار. غنحتاجوا هاد الكولا هادي، فانا كنصح البنات اللي يلاه مبتدئات ومازال ما كيعرفوش يلصقوا ياخذوا البيضه بحال هادي، وهي بيضه، حيت البيضه دغيا كتنشف باغ كونطخ الكحله الا ما كنتيش بروفيسيونيل كتجلخ لك العين وما كيشدش. اول حاجه قبل ما نبدا البنات، ما تكونوش دايرين الشفار اولا، ما تكونوش دايرين الماسكارا قبل ما توضعوا هاد الشفار، ولا كنتو ديجا دايرين الشفار حيدوهم. الطريقه كيفاش تحيدوهم، ماشي تنطروهم، الا نطرتوهم غتنطرو الزغب ديالكم ومن بعد غادي ما يبقاش عندك الشفار، ويلا بغيتي تلصقي ما غتلقايش فينا تلصقي حيت علاش كتحطي ما بقاش. دونك انا دابا غادي نوريكم الطريقه ومن بعد نقول لكم الحلول كيفاش تحيدو. بون البنات دابا غنبدا نحط بهذه الطريقه. الا نشفت لكم البنات الكولا في يديكم حاولوا عاودوها. هون البنات كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي فوسيل. اول حاجه كنصحكم ان فاش تكونوا كديروا الشفار ما تقربوهمش للجنب ديال العين حيت كتزيدوا تضيقوا العين. فاش تسالي تقدي انك ديري الماسكارا، ولكن انت تحسي بهم نشفوا مزيان، وحاولي ديري الماسكارا للزغيبات اللي كيكونوا عندنا هنايا صغيورين في لي كوتي باش كيزيد يبان انهم ناتوريل. زائد حاجه اخرى، فاش تبغي تحيديهم ما طيريهمش، حاولي خدي دوش ولا سيري الحمام اولا ديري فويطه فيها الماء سخون شويه وبداي تحطي وزولي غير بشويه باش ما طيريش الشفيرات ديالك. كنتمنى يعجبكم هاد الطريقه ديال وضع الرموش، هي طريقه جد سهله. المره الاولى غيقدر ما تقدوش تحطو 100% صحيح، مي مره على مره ان شاء الله غتعلموا. وكنتمنى ان يعجبكم الطريقه كيفاش درت، وبصحتكم وراحتكم. وما تنساوش خليو ليا لي كومونتير باش نشوف شنو اللي ناقص، شنو اللي فهمتو، شنو اللي ما فهمتوش،
وبيان سور لايك وتابوناو وبالصحه وبالحال البنات. باي باي.